بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كلمتين ونص. تقريبا احنا برضو قاعدين في الغابة شوية. هي الغابة دي أنسب مكان للتعامل لفهم ما يجري في الحياة، لأنه بصراحة الإنسانية فقدت معناها وأصبحنا في غابة. يعني معلش، ممكن أنا شفت مثلا فيديو لأنثى الأسد وهي بتصطاد غزالة، وبعد ما نهشتها وكانت تقضي عليها اكتشفت ان غزالة حامل، فماتت انثى الاسد خجلا من نفسها، ان قتلت روحا تحمل روح. يعني ده في الغابة، لكن مش مشكلة. نرجع للغابة تاني. في يوم من الايام الاسد جاع، فنادى للثعلب وقال له: يا ثعلب، عاوزك. قال له: خير يا مولانا. قال له: انا جعان. قال له: تكون يا مولانا. قال له: لا، ده انت حبيبي، انا عاوزك يا ثعلب يا مكار تروح تجيب لي كده حتة فريسة اكلها، انا النهاردة قاعد الشمس والجو جميل وعاوز اكل كده وبتاع. قال له: اجيب لك حتة حمار طاري كده تقزسي، ده حلو، ده حتى لحم الحمير بيتعمل كفتة في مصر يا باشا. وقعد يحكي له بقى عن لحم الحمير وجماله بقى في العالم، مش مصر بس، في العالم العربي يعني. الاسد انبسط قوي، قال لك: ده هتبقى ليلة ايه، ليلة عجل. راح الثعلب للحمار قال له: ازيك يا حمار. قال له: اهلا يا سعاده الثعلب، ازيك، عامل ايه يا حبيبي. قال له: انا كويس يا حمار، الملك ناوي يسلم عرشه. قال له: اه، وبعدين؟ قال له: لا، ما هو انا شايف ان انت اللي تبقى ملك الغابه. قال له: ازاي يعني؟ قال له: انت مش واخد بالك من نفسك، والله العظيم انت كده. وبعدين انا شرحت له، قلت له بقى ان انت ومميزاتك وكده وراجل صبور وحمول وكده، فاعجب بالفكره. فيلا بالصلاه على النبي. قال له: يا عم انت بتسرح بيا وبتضحك عليا. قال له: يا حمار افهم، انت دي فرصه ممكن ياخدها القرد الفيل ابو زلومه، بس الاسد قال: اقنعت انا بان انت حمار تستاهل السلطانيه، لازم تروح. الحمار مشي مع الثعلب رايحين للاسد، وفي السكه بقى عمال يسرح هو التاج هيتحط ازاي، هو هيبقى ملك الغابة بجد. تخ 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 تخ، عمال يسرح لحد ما وصل عند الاسد. الاسد الثعلب قال له: يا سيادة الاسد، ها هو الحمار. قام الاسد هاجم عليه وضربه ضربة على ودانه وطير له ودانه. الحمار قال: يا فكيك، تك 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 تك، جري. الاسد بص للثعلب قال له: ايه ده، انت جايب لي حمار بيجري؟ انا عاوز اتغدى، ولو ما جبتش الحمار ده بالذات انا هاكلك. قال: لا يا باشا، انا هجيبه. والله رجع للحمار: يا حمار، يا حمار، اللي انت عملته ده والمنظر المش حلو ده. قال له: انت بتضحك عليا يا نصاب، انا رايح تديني الاسد عشان اكلني. قال له: اكلك يا حمار، انت حمار، هتعيش حمار وتموت حمار. الراجل هو في اسد حمار بيتحط له التاج وعنده ودان، ما لازم الودان تتقص كده وتتظبط عشان يركب التاج، ايه الشغلانه دي، ركز. قال: لا، بتضحك. قال له: انا هضحك عليك ليه؟ طب ما هو اللي بعتني، طب انا ممكن اقول لك اختفي وممكن اديها للقرد ولا لاي حد، انما انت راجل شمخه، ليك مكانه كده، تعال 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 اعتذر من الاسد. راح قال له: مولانا انا اسف وبتاع. قام الاسد هابش فيه وضربه على مؤخرته، طير له ديله. ايه الحمار يا فتيك، بوب بوب، جري جري جري. الاسد بص للثعلب قال له: ليلتك سودة، انا هاكلك فعلا يعني، لو ما جبتش انا جعان، العمليه مصوصوه زي دلوقتي كده، انا جعان قوي عاوز اكل يعني. واحنا بنسجل الله في ايه. المهم رجع الحمار قال له: ايه تاني، طيرت وداني وطيرت ديلي، حل عني يا اخي، انا مش عاوز السلطانيه. قال له: يا جدع، انت لو غضب الاسد هياكلنا كلنا وهياكلك، احنا دلوقتي من راضيه حط السلطانيه، لان انت عارف يا حمار معقول هتبقى لابس السلطانيه وقاعد على الكرسي وليك ديل، هيبقى منظرك وحش، هو الراجل بيظبطك. راح هناك الطلعه الثالثه، راح الاسد قال له: معلش انا كنت فاهم غلط وبتاع، وسياده الثعلب فهمني وبتاع. هبش حليل الاسد على رقبته وقام واكله، والحمار يصرخ: ايه ده، هتاخدوا رقبتي؟ امال التاج هتعلقوا فين؟ والميداليات هتعلقوها فين؟ لا 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 لا. والاسد عمال يمصمص فيه والثعلب عمال يضحك. بقى يا حمار تصدق ان الاسد ما بياكلش عياله زي ما قال السيسي، والاسد هيظبطك ويقول لك: سنتين وهتبقوا زي الفل وهتبقوا نور عينيكوا، وهنبقى طب ادوني كمان 6 اشهر، كمان سنتين، كمان 20 سنه، كمان 30 سنه، ومش موت يا حمار بقى، ده هيكون الاسد
بأكل ودانك وكل ايديك ورجليك وبيأزأز في عظامك وانت عمال تقول الا هو التكفين التكفين التكفين. ما اعرفش. اتقابل بكره ان شاء الله في كلمتين ونص.